يقول بأنه النسيان خير دليل على وجود خازن للعاقلة. كيف؟ يقول هام: نحن نجد أن الناس على قسمين، قسم ينسى شيء ولكنه بعد التأمل يستطيع ماذا؟ أن يسترجع، وقسم ينسى الشيء ولا يستطيع أن يحصله إلا بعد تعلم جديد، وإلا إذا لم يتعلم تعلما جديدا لا يستطيع أن يسترجع. قائم اثنين: وقسم لا، المعاني الكلية ماذا؟ حاضرة عندهم. يقول: النسيان والسهو ونحو ذلك خير دليل على وجود خازن للعاقلة، خازن للعاقل، وإلا لو لم يكن هناك خازن للعاقل الإنسان إذا نسي إذن بعد ما موجود عند النفس، ودي يفتش النفس موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. فإذا استطاع أن يتذكر بعد مدة يعني معناه ماذا؟ يعني يوجد خازن لهذه المعاني الكلية استطاع أن يأخذه من ذلك الخازن، ولكن ذلك الخازن يحتاج أن يرتبط به حتى يأخذ منه. ومن هنا تأتي هذه النظرية، وهو أنه بناء على ذلك لماذا أن البعض يستطيع أن يتصور أو يستحضر المعاني الكلية بلا مؤونة، والبعض لا يستطيع أن يستحضرها إلا بمؤونة، والبعض لا يستطيع أن يستحضرها إلا بتعلم جديد؟ ما السبب في ذلك؟ في حواشيه هنا يبين هذه الحقيقة، يقول بأنه تلك العوالم يحتاج الإنسان فيها إلى ارتباط دائم، والارتباط الدائم والعلاقة الدائمة لا تكون إلا بالانشغال عن الدنيا، الانشغال ماذا؟ بالدنيا. فكلما كان الإنسان انشغاله عن الدنيا وانقطاعه عن الشواغل المادية أكثر، كلما كان أسهل ارتباطا بتلك العوالم، والعكس بالعكس، كلما كان انشغاله بهذه الأمور المادية أكثر كلما كان ارتباطه بتلك العوالم ماذا؟ أقل. ومن هنا تجد، وذكرنا مرارا، من أن أهم مشكلة تواجه الإنسان هي مسألة مادية ومسألة التفكير المادي، أن الإنسان كلما انغمس في المادة وفي الماديات أكثر كلما ابتعد ماذا؟ عن عالم المجردات وعن عالم الأمور المعنوية أكثر. يقول: هذا الذي تجدون الاختلاف في الناس إنما هو لهذا السبب. طبعا هذا في الناس المتوسطين، أما في الموجودات العالية التي وصلت إلى درجة أن تكون مظهرا لقوله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، فمثل هذا الموجود لا تشغله المادة عن المجردات ولا تشغله أو الارتباط بالمجردات عن الانشغال ماذا؟ ها؟ بالمادة وبالأمور المادية، ولكنه ذاك مقام مكنون. كل واحد لا يستطيع أن يصل إلى ذاك المقام، وهو أنه ارتباطه بالمادة وبما وراء المادة يكون على حد سواء، لا هذا يشغله عن ذاك ولا ذاك يشغله عن